السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع وصفة جديدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصفة اليوم لوبيا جريني بأسهل وأبسط طريقة وبزاف بزاف بنينة. هذا هو شكلها النهائي، نتمنى تجربوها بهذه الطريقة وإن شاء الله تنال إعجابكم. نبدأ على بركة الله بالمقادير. عندي كمية من اللوبيا جريني، هذا هو شكلها. نوري شكلها للأخوات المبتدئات لأول مرة يدخلوا للمطبخ أو الكوزينة. عندي كمية من لحم الخروف وحبة من البطاطا مقطعة بهذا الشكل، وتبقى اختيارية، تقدروا تستغنوا عليها. وحبة من الجزر مقطعة كذلك قطع صغيرة، نصف حبة من البصل وحبة من الطماطم، البصل مقطع قطع صغيرة والطماطم مرحية، والتوابل الملح، سكنجبير، البسباس، والكركم، الكمون، فلفل أسود، ورشة خفيفة من القرفة والكروية، ورشة خفيفة من الزعفران، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الطماطم المصبرة، وكمية قليلة من خليط القزبر والمعدنوس. ونحتاج كذلك الزيت. ونمر لطريقة التحضير. في كوكوط نحط كمية قليلة من الزيت. بعد ما تسخن الزيت نحط كمية اللحم. نوع اللحم وكمية اللحم يبقى اختياري وعلى حسب الرغبة، تقدروا تعوضوه بلحم البقر أو لحم الدجاج. نضيف البصل والطماطم، والتوابل نضيف فقط الملح والزعفران، ونقلي هذا اللحم مليح مع البصل والطماطم والتوابل. هنا نحرك جيدا ونغطيه ونخليه على نار قليلة، وكل مرة نبقى نحرك فيه حتى يتقلى لي مليح هذا اللحم. هنا بعد ما تقلى لي نزيد نضيف باقي المقادير، نضيف التوابل كذلك، التوابل يبقاو على حسب الرغبة، ونزيد نضيف الماء الساخن قيس ما يقرب يتغطى هذا اللحم. نغلق على الكوكوط ونخليه على نار متوسطة حتى يدخل له هذاك اللحم بطياب. وبعد ما قرب يطيب لي اللحم فتحت عليها ونضيف لها كذلك اللوبيا والجزر الزرودية والطماطم المصبرة واللي هي صوص طوماط. نحرك شوية ونغلق على الكوكوط ونخليها على نار متوسطة حتى تطيب لي كامل هذيك اللوبيا ويزيد يطيب لي هذاك اللحم. وبعد ما تطيب لي نضيف لها في الاخير حبات البطاطا ورشه خفيفه من القزبر، ونزيد نخليها تطيب ونخليها على نار قليله تتجمر مليح مليح. وهذه هي وصفه اليوم لوبيا جريني باسهل وابسط طريقه، وتخرج بزاف بزاف بنينه. هذا بكم في الاخير تجمروها شويه، تخليوها على نار قليله تتجمر مليح باش لاصوص تعقد وتجي بنينه بالبزاف. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، شهية طيبة وفرجة ممتعة. وما بقى عليا غير نقول لكم كالعادة دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.